سلمى، وضمن مساحتنا الصباحية لليوم رح نتعرف أكثر على علم الطاقة الحيوية ونحكي عن الكوادر الجديدة يلي أصبحت مؤهلة في هذا المجال مع ضيوفنا الدكتور دحام طه، استشاري أسري وخبير تنمية بشرية، والمهندس ضياء عكاري، دبلوم طاقة حيوية. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك يا رب. صباح المشاهدين كلهم. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يعني دائما بيكون عندنا شيء بنحكي فيه بصباحنا غير عن الطاقة، لأهمية علم الطاقة بالعموم، لا خلينا نقول نسرع صحيح. وتيرة النجاح بأي شيء بالحياة. طبعا. انت بالعامية بتسمع انه اذا لا تحكي بطاقة سلبية، لا تعمل شيء لحتى ما تفسد شيء منيح انت عم تعمله. لهيك بدي بلش معك دكتور ونحكي عن أهمية وتعريف علم الطاقة اليوم. صباح الخير وصباحنا غير بسوريا ان شاء الله، دائما كل يوم صباحنا غير. صباح الخير لأرواح شهدائنا اللي لولا طاقتهم الإيجابية اللي خليتهم يكونوا أشخاص مثاليين أكثر مننا ما أننا موجودين بهذا الأمن والأمان اليوم. صباح الخير لجيشنا اللي تحت هالجو اللي نحن عم نهرب منه، وهن الآن حاملين همنا وهم أولادنا وهم سوريا إلى ما هو قابل. هن الطاقة الإيجابية الموجودة بحياتنا، هن مصدر الطاقة لنا جميعا. صباح الخير لكل السواعد السورية اللي فعلا تحمل طاقة إيجابية وتبحث عن صناعة سوريا اليوم لأجل الغد. طبعا وأكيد صباح الخير لحضراتكم ولمعدي البرنامج. عزيزتي، لما نحكي نحن عن مسألة الطاقة، طبعا أنا ما حأحكي بطريقة أكاديمية، راح خلي زميلي كونه من خريجين الدفعة الأولى راح يكون كلامه مقونا أكثر مني، لكن أنا راح أقدم للسادة المتابعين ولجمهورنا الحبيب فكرة مبسطة. إنه اليوم أنا بالبيت عندي لما يكون في أي نوع من أنواع الطاقة، الكاز، بنزين، كهرباء، حطب، مشكلتي مو بوجودها أو عدمه، مشكلتي إني أنا وين أصرف هاي الطاقة. ممكن أعمل فيها حريق يحرق بلد كامل، وممكن أستثمرها لأبني بلد. إذا الإشكالية الأساسية بعلم الطاقة واستثمار علم الطاقة هي أنا كيف أكيف هذه الطاقة لخدمة الإنسان، لخدمة الوطن، لخدمة المجتمع، لخدمة الإنسانية جميعا. طبعا وفاتني طالما عم نحكي عن الإنسانية جميعا أني عايد على إخواننا شركائنا بالوطن، شركائنا بالإنسانية من العيسويين، هذا النبي المرسل العظيم المخلص، أعايدهم بمناسبة عيد الميلاد. الله يعيده على شعبنا وعلى أمتنا وعلى الإنسانية بكل خير. أنا استسمحك عذرا أنه يكون الحديث عن الطاقة بالطريقة الأكاديمية والمقوننة مع الأستاذ ضياء. خلينا نحكي معك ضياء ونعرف للمشاهدين شو هو علم الطاقة، لأنه فعلا بتلاقي صارت يعني كثير من الشباب اليوم بيهتموا بهيدا العلم، ومثل ما قالت سلمى ببداية حديثنا، أي شيء أو أي شيء ببلش بحياتك بيقول طاقته إيجابية أو سلبية، بلش نهاري بطاقة سلبية لأنه صار معي هيك. خلينا نعرف للمشاهدين أكثر شو هو علم الطاقة. يسعد صباحكم من جديد، وبدي أتشكركم كثير على هاي الفرصة الحلوة مرة ثانية. طبعا ما لي حكي بعد ما حكى الدكتور دحام، فبس أنا هيك بدي أعطي كم ملاحظة صدر. هلا أول شيء بموضوع علم الطاقة، هلا هو موضوع علم الطاقة هو مجال كتير كبير وواسع بفوت بكل مجالات الحياة، بس رأنا رح اختصره بكلمتين. هو علم بناء الإنسان. كيف يعني بناء الإنسان؟ أول شيء إحنا بدنا نعرف شو هو علم الطاقة وكيف علاقته مع الإنسان. أول شيء في عنا إحنا المجال الحيوي اللي هو محيط بالإنسان اللي هي الهالة. أول شيء في عنا جسم الإنسان من جوا، وكيف بيشتغل نظام الطاقي جوات جسم الإنسان. فأنا بدي أعرف شو التأثير أو شو الشغلات اللي بتأثر على جسم الإنسان الطاقوي، وبعدين أنا بدي أعرف شو المحيط اللي حوالين الإنسان، وأنا كيف بدي أثر أو أتأثر بهذا المحيط اللي حواليه. فكلمة علم الطاقة الحيوية هي بتفوت بكل هاي المجالات، بتفوت كمان بمجال العقل الباطن، وأنا كيف فيني أتأثر أو كيف فيني أثر، وشو الرواسب الموجودة فيه، وأنا كيف فيني أتخلص منها، وكيف فيني أعزز أو فعل شغلات جديدة أو شغلات إيجابية بمجال العقل الباطن. وكمان بتجي بمجال المكان وطاقة المكان، وأنا كيف فيني مثلا كون بمكان مريح، وكيف فيني أعزز أو فعل الشغلات الإيجابية، وكيف فيني أتلافى، أو إذا في عندي مشاكل كيف فيني حلها.
نعم. فهي هيك باختصار لمحة بسيطة عن علم الطاقة. أكيد. يعني أنا حبيت الدكتور دحام كيف حب أنه يخلي ضياء هو يحكي ويعبر باعتباره هو من طلاب الأوائل من تخريج الدفعة الأولى من لهيك الدلوم. خليني أنت اللي عندك ونحكي شوي معك اليوم عن الدفعة اللي تخرجت، أدي عدد الخريجين منها، كيف رح يتم الاستفادة منهم، هل في مراكز معينة رح يكونوا متواجدين فيها؟ خليني أعرف منك هاي المعلومات. تمام. خليني أحكي عن الحفل اللي هو تكليل لجهود سنوات. يعني حقيقة احنا لما نحكي عن ماستر عمر الحلبي او نحكي عن ست ديمة سليمان كمؤسسين وخليني اقول من رواد العمل الطاقوي بسوريا بدءا من عام 2004 وصولا الى تأسيس مؤسسة ماب للتدريب والاستشارات، مرورا بجهود أكاديمية أوغاريت الدولية طبعا، وبالتنسيق الدائم كان مع اتحاد الطلبة كخطوة أولى أو كدرجة أولى من الأهمية بالتنسيق، وصولا إلى التنسيق مع الوزارات المعنية تحديدا وزارة التنمية، والآن في وزارات أخرى سواء التربية أو الانتقال للعمل مع الشبيبة أو الانتقال إلى وزارات أخرى مرتبطة. هذا الجهد من 2004 إلى يومنا هذا تكللت هذه المساعي، هذه الجهود، هذه الأساليب بتقديم وعرض علم الطاقة كشيء موجود على الأرض. أنا قبل شوي قبل الهواء عم أحكي مع زميلتنا وصديقتنا أنه الوردة بالمجمل ذات رائحة طيبة، ما أنها بحاجة أننا نقدم الأدلة على أنه هي تمتلك رائحة، لكن تبقى مشكلتنا الشخصية أنه نحن تعجبنا أو لا تعجبنا هذه الرائحة. علم الطاقة علوم أخرى من العلوم المقوننة حديثا، يعني اليوم أنا لما أتحدث عن تنمية، عن طاقة، عن كثير من مفاهيم علم النفس، هي موجودة من آلاف السنين، موجودة حالة راهنة، موجودة معاشة. وخليني استعير وعذرا من جميع مستمعينا ومشاهدينا، لو أخذنا مثلا مسألة التقمص أو أي حدث إشكالي من هذا النوع، سواء شئنا أو أبينا، لما يأتيني من يعزز وجودها بالأمثلة أنهى علي وقطع علي مسألة التأكيد أو النفي، لأنه عم نحكي عن حالة راهنة. أعود لعلم الطاقة. علم الطاقة من حيث الوجود هو موجود، الأمم والشعوب الآسيوية والشرقية القديمة أوصلته إلى أن يكون أرقى العلوم، تعاملت فيه بالطب، في التعليم، في الثقافة، في البناء، في العمران، علم قائم. لكن هو علم الأخير، علم الطاقة يؤثر في حياتنا اليومية بكل حياتنا، بكل التفاصيل الحياتية. ننتقل إليك ضياء، خلينا نحكي أكثر للمشاهدين قديش فعلا الطاقة اليوم بتأثر على علينا، إن كان علينا أو إذا بدنا نقول الجسم المادي، قديش كمان في اختلاف بهذا التأثر. تمام. هلا مثل ما حكينا، هو انا ما فيني افصل شيء عن شيء، يعني ما فينا افصل مثلا جسم الطاقي او جسم المادي او العقل الباطن او كل هاي المفاهيم، لان هي بالنهايه هي كلياتها انا بتشكلني انا كشخص. يعني ما فيني انه اقول انا مثلا انا بس هذا جسم المادي او جسم الفيزيائي اللي انا عم حس فيه، فهي الامور هي كلياتها مرتبطه مع بعضها. هلا مثل ما كنا بنشوف من قبل مثلا، او اغلب دكاتره النفس او علماء النفس بيقولوا لك انه اغلب الامراض مثلا الماديه والفيزيائيه هي اصلا نفسي. صحيح. تماما. بالمقابل انا في عندي اصل طاقوي كمان لكل هي الامراض، يعني سريان الطاقه بقلب جسم الانسان اذا كان فيه مشاكل، فممكن هذا الشيء ياثر يؤدي لاحتقان، يؤدي لمشاكل، هي بالنهايه راح تتطور وتصير امراض. تمام. وكمان بالمقابل انا في عندي العقل الباطن مثل ما حكينا، كمان هو بيأثر وبيلعب دور كتير كبير بموضوع الجسم الفيزيائي. فانا شو بس فينا نستفاد من الطاقه اللي نخليها تأثر بشكل ايجابي، يعني نقدر نستثمر هاي الطاقه بحياتنا بشكل ايجابي. تماما. انا من هون انا بدي اعرف كيف بدي اتعامل مع العقل الباطن، او بدي اتعامل مع الطاقه المحيطه فيني، كيف بدي اعزز مثلا هي الطاقه بالمكان اللي انا قاعد فيه، لحتى انا مثلا ما اشعر بحاله سلبيه او بحاله مزاجيه سيئه او حتى بحاله جسديه سيئه. يعني كثير اماكن بنفوت عليها بنقول والله هذا المكان ما له مريح، او هذا المكان عم يعمل لي مثلا ستريس، او عم يعمل لي مثلا خمول. فهي كلها هي بتاثر علي انا كجسد، كجسم فيزيائي، او انا كشخص قاعد بهذا المكان او مستعمل هذا المكان.
نعم، يعني مثل ما عرفنا منك هيك لمحة ضياء عن موضوع علم الطاقة وكيف أنا ممكن أستفيد منه، وأيضا من الدكتور تعرفنا من حضرتك أيضا عن الدفعة وكيف رح يتم الاستفادة منها. بنتشكر وجودكم معنا اليوم، وبنتمنى أكيد يكون هذا الشيء مفعل بشكل كبير من خلال النشاطات اللي حتقوموا فيها ومن خلال الدورات. خليني أيضاً أخذ 30 ثانية إذا في مجال أخذها. أنا أحكي بشغلة، مسألة مهمة، الطرح اللي طرحه السيد الرئيس الله ينصرنا وينصره على كل هذه الأمم المجتمعة اللي حاربنا، إنه سوريا لن تقوم، سوريا الجديدة لن تقوم لا بالسياسة ولا بالدين ولا بالاقتصاد. الركيزة الأساسية لبناء سوريا هي العمل على استثمار هذه الطاقة في ميادين التنمية البشرية. نعم. لاستثمار طاقة الإنسان الحقيقية في بناء سوريا. نعم أكيد. شكرا لاستضافتكم. نشكرك أكيد الدكتور دحأم طه، استشاري أسري وخبير تنمية بشرية، والمهندس ضياء عكاري، دبلوم طاقة حيوية. شكرا كثير. شكرا لكم. شكرا لكم.